أهلا فيكم بحلقة جديدة. الابتكار مش لازم يكون صاروخ أو سفينة فضاء. تعريف الابتكار هو إيجاد حلول جديدة للمشكلات والتحديات اللي بنواجهها. حلقتنا لليوم حنتكلم عن ابتكار فريد من نوعه، أول منصة لجمع التبرعات في الشرق الأوسط ساعدت بالفعل العديد من الناس على تخطي مشكلاتهم وتحدياتهم. خلونا نشوف. موضوع حلقتنا لليوم بيتكلم عن منصة يلا جيف، اللي تعتبر هي أول منصة لجمع التبرعات بشكل جماعي في الشرق الأوسط بطريقة إبداعية مبتكرة. اللي لفت انتباهي طريقة تقديم هاي المنصة لنفسها هنا في إكسبو 2020 دبي. بعد الانتهاء من التجول في جناح مبدعونا في الخير المتواجد هنا في إكسبو 2020 دبي، نجد مبادرة جميلة من منصة يلا جيف تحمل عنوان اعطي بابتسامة. فكرتها بكل بساطة انك تتبرع بابتسامتك مقابل مبلغ مادي حتدفعه المنصة. بعد الانتهاء من اختيار الحملة اللي قررت تتبرع بابتسامتك إلها، تضغط على شارك بابتسامتك وتتبرع بالابتسامة. بعد الانتهاء من الخطوتين البسيطين اللي شفناهم سوا، بتتبرع منصة يلا جيف بالتعاون مع شركات تجارية بمبلغ مادي مقابل كل صورة تحمل ابتسامة. اللي بيميز منصة يلا جيف غير إنها الأولى في الشرق الأوسط، هذه المنصة لها نظرة في المستقبل بحيث إنها تتيح للجميع التبرع ب 83 عملة رقمية مختلفة، طبعاً منها البيتكوين. يقف خلف هذه المنصة مؤسسها عبد الله النعيمي، اللي كرس حياته لتطوير عمليات جمع التبرعات لتكون موثوقة وسهلة وذات تأثير واسع، وساعد عبد الله في جمع أكثر من 86 مليون دولار لقضايا خيرية مختلفة إلى الآن. وهدفه عبر هاي المنصة هو جمع مليار دولار أمريكي من التبرعات الخيرية بحلول عام 2030. خلينا نشوف شو عبد الله بخبرنا أكثر عن مشروعه. مرحبا أستاذ إياد، أشكرك على الاستضافة وتسليطك الضوء على منصة يلا جيف. المنصة هي منصة إماراتية بامتياز، واستوحت ابتكارها من خلال ثقافة العطاء المتواجدة لدينا في دولة الإمارات العربية المتحدة. المنصة تستخدم تقنيات جديدة ومبتكرة في مجال العمل الخيري والقطاع الإنساني، مثل تقنية البلوك تشين التي تتيح للمنصة تسجيل كافة العمليات والتحويلات عبر برنامج آمن وذو كفاءة عالية. المنصة كما تعلم حصلت على جائزة إكسبو 2020 للشركات ذات التأثير الاجتماعي والابتكارات في العمل الاجتماعي، ولديها مقر دائم في إكسبو الجميع لزيارته. منصة إكسبو لايف واحدة من الابتكارات اللي إكسبو 2020 دبي بيسلط الضوء عليها، بل تم دعمها أيضاً من برنامج إكسبو لايف اللي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية لإبراز أهمية مثل هذه الابتكارات. إلى هنا بتكون خلصت حلقتنا لليوم، نراكم في حلقات قادمة.